اللي من النظام عمليه التجميل ونتكلم عارف واش راني نقول. هذاك الوقت نهار اللي رحت انا في 2012 اكثر من 40 عمليه تجميل لبنت انسه ارسلت الى سويسرا لاجراء عمليات تجميل من طرف افراد النظام على عاتق الضمان الاجتماعي عبد القادر بن قرينا، كاد ان يشل والنظام رفض باش يعطي له حتى حقه اللي راني نساهم فيه بمبالغ رهيبه باش يعطيني منحه باش يعطيني تكفل ونروح ندير عمليه جراحيه. بعد سكنتي وروح دير عبد القادر بن قرينا عمليه جراحيه خارج الوطن. هذا اللي راكي وصفاته من النظام. اذا لقيتي واحد الشارع يصف اي معليش الشارع والله ايش انا نجاوب لك في الشارع معليش. اذا لقيتي واحد من السياسيين قال على بوتفليقه انك جبان ومكتوبه في صفحته منذ 10 سنين ومش مره ومش زوج وفي اكثر من مقال وينقد نقد لاذع لبوتفليقه، جيبيه لي ماذا بيا نعرف. وماذا بيا نعرف اذا كل هذه الاشياء هي شروط انني جزء من النظام، فمعناته المقاييس انقلبت تماما.